عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد الناقة. رجل جاء وقال: يا رسول الله، أنا أريد أن أصل إلى بلدي أو كذا إلى آخره، فشوف لي ركوبة أركبها. فقال له: خلاص، أنا هخليك تركب ابن الناقة. كلمة ابن الناقة على البداهة كده معناها الجمل الصغير الذي لا يتحمل الركوب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد أن كل جمل هو ابن ناقة، ما هو تملي جاء من ناقة، كل الجمال جاءت من ناقة، ولد الناقة يبقى مش ضروري يكون صغير، لأنه كل الجمال هي أولاد الناقة. بيهزر مع الراجل، بيمرح مع الراجل، بيمزح مع الراجل. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ أنا عايزك تديني يعني حاجة كده كويس. فقال رسول الله: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هي الإبل جاية إلا من النوق؟ فبعض الناس ما بيهزرش، ما يعرفش الهزار، ما يمزحش أبدا، ولكن رسول الله يعلمنا السعادة ويعلمنا المرح، والعيد داخل علينا، وفي العيد كان يعلمهم المرح ويعلمهم ويترك في الغناء. ولذلك دخل مرة أبو بكر فوجد جاريتين يغنيان بغناء بعاث، يوم نصر الله فيه الأنصار في الجاهلية، أيام الجاهلية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغطي وجهه، وظن أبو بكر إن سيدنا رسول الله نايم وإنه دول بيعملوا قلق، فنهاهما: اسكتي يا بنت انت وهي، ما تقلقوش رسول الله. فكشف عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، إنهما في يوم عيد.